العودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس إلى الشأن الخارجي. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 43 حاملة دبابات ومدرعات أمريكية وصلت إلى مشارف مدينة منبج لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي. وكانت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أرسلت 400 جندي أمريكي إضافي تم نشرهم في سوريا لمنع أي اشتباك بين الفصائل السورية التي تدعمها كل من أنقرة وواشنطن. دكتور مختار، السؤال الوجودي دلوقتي من ساعة ما تولى ترامب المسؤولية أنه كنا نتوقع أن الوجود الأمريكي سيختفي تدريجيا في سوريا. الوضع دلوقتي بيقول لنا أنه الوجود الأمريكي ما زال قائما وما زال مؤثرا على الساحة السورية. صحيح، وده يخلينا نؤكد بأنك أنت تتحدثي عن دولة مؤسسات بصرف النظر عن تصريحات ترامب. في النهاية في شكل مؤسسي هو بيحكم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية ومدى إدارتها لأي من ملفات الموجودة في العالم، مش في المنطقة العربية بس على وجه الخصوص. لكن خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا بخصوص التدخل الأمريكي، لأن التدخل الأمريكي اللي جاي ده جاي في مدينة منبج، ولما بنتحدث عن مدينة منبج بنتحدث عن المدينة الأهم بالنسبة لتركيا، وبنتحدث عن المدينة الأهم بالنسبة للأكراد لأنها الأقرب إلى تركيا. لأنها الأقرب، وإن تركيا بدرجة أو بأخرى هي تريد أن تمنع قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحماية الكردية من وجود في هذه المدينة. خلينا نتفق عند هذا المبدأ، وإن هناك تقسيم أدوار. ولما بتحدث عن دخول أمريكي لمدينة منبج يبقى بتحدث عن دخول أمريكي من الحدود التركية، من داخل تركيا، من معبر مرشد بينار، المنطقة الريحانية اللي بتدرب فيها هذه القوات، قوات الجيش السوري الحر، اللي بيخشوا من معبر ده يحاربوا جوه في المناطق اللي موجودة في داخل سوريا. المسألة داخل الساحة السورية، علامات الاستفهام الأهم أن هناك وجود عسكري أمريكي، وهناك وجود عسكري تركي، وهناك وجود عسكري إيراني، وهناك وجود عسكري روسي، فرنسي، ألماني. بجاء كل هذا الوجود العسكري ما بتشوفيش ولا شكل من أشكال الاحتكاك. بصرف النظر عن التغيير على الأرض، هناك مصالح مشتركة بتربط هذه القوى العسكرية اللي موجودة، وكل قوة داخلة هي عارفة تحقق الغرض اللي هي عايزاه. وغرابة الأمر أن مفيش حالة احتكاك واحدة، ومفيش شكل من أشكال المواجهات بتتم في مناطق الحماية. يعني لا تلاقي مواجهة بتتم ما بين ميليشيا معينة مع ميليشيا أخرى مثلا في مدينة منبج، لأن دي تبع الحماية الأمريكية أو الحماية التركية. وكذلك لو جيتي لمناطق القواعد العسكرية الروسية زي طرطوس، زي مدينة حميمي، زي مدينة الكامشلي، لا سمعنا عن مفرقعات، ولا سمعنا عن مواجهات، ولا سمعنا عن داعش، ولا سمعنا عن أي وجود. فهي علامة مستغربة الحقيقة، وبدرجة أو بأخرى بتطرح سؤال: ما هو مستقبل الدولة السورية مستقبلا؟ هل نحن أمام دولة مترامية الأطراف بالدولة اللي احنا عايناها، ولا هنكون أمام دولة اتحادية ودولة فيدرالية؟ وهيكون إقليم شمال سوريا الكردي شكله إيه، وموقف الحكومة التركية من هذا التدخل؟ وهل المناطق الآمنة اللي تحدث عنها ترامب هيتم تحقيقها خلال هذه الفترة ولا لا؟ دي كلها يدينا أسئلة بتطرح نفسها بقوة في خلال المرحلة القادمة. العالم العربي غائب، وهذه الأسئلة مطروحة على القمة العربية القادمة في مارس.